الغضب بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الغضب فإنه يؤمر المرء أن يتوضأ، وأنه إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. وسبب ذلك أن الغضب من الشيطان، وهو من سورة الشيطان، فالماء يطفئه. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قيل له كلام شديد فغضب، فخرج من مقامه هذا، ثم رجع ووجهه يقطر ماء، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، فإذا جاء أحدكم فليذهبه بالماء أي بالوضوء. فالمقصود أن الغضب من الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب كما قال الغزالي في إحياء علوم الدين مستكن في القلوب، وإنما يشعله قلة الدين والعلم، فقلة الدين والعلم تجعل الغضب يزداد. وبعض الناس يفخر بظهور غضبه، بل إنه يستغضب ويظهر الغضب وهو غير غاضب، وهو في الحقيقة قد أبعد عن نفسه النجعة. وضد الغضب الحلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني أن الحلم بالاكتساب، فقال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والحلم بالتحلم. فلو قال المرء أني لا أستطيع أن أملك نفسي عند الغضب، نقول بلى بل تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلم بالتحلم. وكيف يكون المرء حليما أي مالكا لنفسه بالغضب؟ قالوا يتحقق حلمه بأمور. الأمر الأول أن يعنى المرء بالنظر في قصص الحلماء وأخبار أهل الحلم، فإن سماع قصص أولئك مما يجعل المرء حليما. وقد قيل للأحنف بن قيس وهو حليم العرب فيما يقولون أو يزعمون، أنه قيل له كيف نلت هذا الخلق وهو الحلم؟ قال إنما عرفته من خالي، فإنه كان جالسا في خبائه محتبيا، فجيء له برجل مقيد فإذا به ابن أخيه، فقيل له إن هذا وهو ابن أخيه قد قتل ابنك، قال فما حل حبوته، وإنما التفت على ذلك الرجل المقيد وقال يا ابن أخي قتلت ابن عمك وعضيدك، ثم قال فكوا عنه قيده وأرسلوا ديته لأمه. أرسلوا دية هذه الولد الذي قتل لأمه، وهو زوجة خال الأحنف بن قيس. فالحل إنما يكتسب بمعرفة أخبار الحلماء والجلوس معه. وقد كان بعض المتقدمين ينصح بقراءة سيرة معاوية، فإن معاوية كان من أحلم الناس، يؤذى بالكلام فيصبر، ويرمى عليه المقول شيئا كثيرا فيصفح، ومع ذلك ساد الناس مع أنه حليم. والبعض يظن أن سؤدد الناس والقوة في الإدارة لا تكون بالحل، وإنما تكون بالغضب، وليس ذلك كذلك. فقد ملك معاوية ملكا عظيما، وكان أول الملوك في الإسلام، وقد كان حليما غاية الحلم، حتى إنه تذكر عنده أمه ويذكر له بعض نعتها، فما يزيد ذلك منه إلا حلما. والقراءة في سيرته عجيبة، وقد أفرد ابن أبي الدنيا كتابا جزءا مطبوعا أسماه حلم معاوية. إذن الأمر الأول أن يقرأ المرء في سير الحلماء، ومن أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما حلم عن أهل مكة والصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن يستشعر المؤمن النظر في العواقب، أن يستشعر المرء النظر في العواقب، فإن المرء إذا نظر في آنه وقته فإنه ربما أمضى غضبه وتصرفه، ولكن إن كان مستحضرا للعواقب ومغبات الأمور فإنه سيكون حليما، إذ ما من امرئ يحلم إلا وينتصر في آخر أمره. وكم من زوج وزوجة قد تغاضبا، فكان أحدهما أحلم من الآخر لما نظر لعواقب الأمور من فرقة بينهما وتشريد للأولاد مثلا، فكان حلمه سببا لرفعته عند زوجه. وكثير من الأزواج يقول إن زوجي، سواء كان هو الرجل وهي المرأة أو العكس، يقول إنما عدل عندي شيئا كثيرا بسبب حلم منه كان وقت غضبي. الأمر الثالث الذي يجعل المرأة حليما أن يسأل المرء الله عز وجل أن يكون كذلك، فإن سؤال الله عز وجل الحلم ومكارم الأخلاق من النعم العظيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم أي ضامن وكفيل وغريم وحمير ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وقد قالوا إن سيد الأخلاق ثلاثة أخلاق، من نال ثلاثة أخلاق فهذه الأخلاق الثلاثة هي سيد الأخلاق، وبعدها متفرع عنها. أولها الحلم، وثانيها الكرم، وثالثها صدق اللسان. من حاز هذه الأخلاق الثلاثة فما عداها من مكارم الأخلاق تبع لها في الغالب.
فإن الكرم والحلم وصدق اللسان لا يجتمعان في امرئ إلا كان علامة خيرية الله. إذن المرء يسأل الله عز وجل مكارم الأخلاق ومنها الحلم. والنظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحليم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند القضاء. وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند القضاء.